طيب احنا نوصل لجنوب افريقيا ونقرب من الصوره بشكل اكبر واوضح عشان نطمن على فريق النادي الاهلي في استعداداته قبل مباراه صن داونز يوم السبت ان شاء الله باذن الله تعالى. عشان كده عايز اروح لزميلي العزيز فاروق صلاح مرافق بعثه النادي الاهلي هناك في جنوب افريقيا. يا فاروق مساء الخير. مساء النور عليك زميلي امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق، طمنا ولنا كل كواليس الفريق الجديد اللي عندك بخصوص استعدادات النادي الاهلي لمواجهه السبت المرتقبه امام صن داونز باذن الله. يعني خليني من البدايه امير نتكلم النهارده على حاله الطقس الرائعه الاكثر من رائعه النهارده اللي بتشهدها بريتوريا، بتحديد بريتوريا في جنوب افريقيا. حاله طقس اكثر من رائعه، سطوع الشمس في كل مكان، خلاص توقف سقوط الامطار بالامس. وزي ما قلنا امير واتكلمنا ان الامس كان هو اخر يوم في سقوط الامطار، لكن النهارده بادئ الجو اكثر من رائع، ظروف مهيئه، نتمنى استمرار هذا الطقس حتى موعد مباراه الاهلي وصن داونز في يوم السبت القادم بمشيئه الله. بخصوص اليوم النهارده وكواليس اليوم يا امير، النادي الاهلي النهارده كان لاعبي النادي الاهلي تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 8:30 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 11:30 ظهرا، ثم كان التجمع والتحرك الى ملعب التدريب اللي كان يعني النهارده حصل تبديل برضو امير في ملعب المران النادي الاهلي. يعني تم تغيير الملعب من ملعب توس واني الكليه التكنولوجيه الى ملعب ومجموعه ملاعب اكثر من رائعه، هي مجموعه ملاعب جامعه بريتوريا، اكثر من 18 ملعب يا امير، وحاله ملاعب بصوره اكثر من رائعه. كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي كان تفقدوا الملاعب، وتم اختيار هذه الملاعب ايضا يعني لقرب المسافه ما بينها وما بين مقر اقامه النادي الاهلي، بتبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي 15 دقيقه. شفنا الملاعب حاله اكثر من رائعه، النادي الاهلي هيستمر في اداء مرانه على هذا الملعب يعني النهارده ويوم الاربعاء ويوم الخميس، ثم يوم الجمعه يا امير باذن الله يكون الملعب او المران على الملعب اللي هتقام عليه المباراه، ملعب لوكاس موريبي اللي هيستضيف مباراه الاهلي وصن داونز. كواليس اليوم ايضا يا امير قبل ما نتكلم على تدريب النادي الاهلي، النهارده معالي السفير شريف عيسى كان في اجتماع وحضور لمقر اقامه النادي الاهلي ومسؤول السفاره مع الكابتن محمود الخطيب لبحث كل الامور، تذليل كل الامور والعقبات لفريق النادي الاهلي. حاله الاتصال المستمره دايما اللي بنشوفها وبنشكر عليها مسؤول السفاره المصريه مع الكابتن محمود الخطيب، ايضا الاجتماعات اللي بتتم ما بين افراد الجهاز الفني مستر رينيف فايلر، مستر ديفيد، مستر توماس، مع الكابتن سعد عبد الحفيظ، مع الكابتن سامي قمصان، مع شعيب المعد النفسي. ايضا من الامور المهمه جدا يا امير برضو اللي احنا عايزين نقولها وننوه عليها من خلال قناه النادي الاهلي، اصطحاب النادي الاهلي الى طبيب تغذيه والدكتور عبد الرحمن، وده طبيب للتغذيه مع النادي الاهلي، كان ضم الفريق للجهاز الفني للنادي الاهلي خلال الاسابيع الماضيه، وجوده ان هو يكون موجود ايضا امر مهم جدا في ظل ان انت هتلعب مباراه في يعني في تبقى الساعه 3:00 عصرا في ظل ارتفاع درجه حراره ويعني نقص الاكسجين، فدي من الامور المهمه. يعني الاحاديث والاجتماعات اللي بتدور ما بين افراد الجهاز الفني على المباراه والاستعداد. ايضا يا امير اطمنك على الحاله الفنيه والحاله البدنيه والحاله الطبيه لعيبه النادي الاهلي. يعني النهارده لو بدانا نتكلم بقى عن المران، النهارده علي معلول نزل المران النادي الاهلي ولكن اكتفى بالجري حول الملعب. يعني علي معلول ابتدى الجري لمده 45 دقيقة، وبمشيئة الله هيكون غدا يا أمير بإذن الله موجود مع اللاعبين في المران الجماعي. يعني أنا بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الأهلي بعد يعني ما اتكلمنا مع الدكتور خالد محمود، طمنا إن هو هيكون موجود خلاص يعني بصفة أكيدة إن شاء الله خلال المران الجماعي غدا، وهيكون موجود بإذن الله مع فريق النادي الأهلي في المباراة بإذن الله. أيضا أحمد فتحي جونيور أجاي اللي كان اللعيبة اللي كان أثير بعض الأقوال عن شعورهم بالإيجاد، لا كانوا موجودين النهاردة وأدوا مران أكثر من رائع ومران قوي جدا. قبل ما نتكلم على المران يا أمير، يعني قبل بداية المران الكابتن محمود الخطيب حرص ان هو يتكلم مع اللاعبين قبل انطلاق المران، يعني ذكر اللاعبين باهميه هذه المرحله واهميه المباراه، وطالب اللاعبين بالاستمرار على نفس الاداء الرجولي اللي شفناه في استاد القاهره وتحقيق الفوز على فريق صن داونز. فريق صن داونز مميز وفريق قوي جدا، ولكن احنا عندنا الثقه طبعا في فريق النادي الاهلي، ويعني لعيبه النادي الاهلي لمست هذا الكلام خاصه مع وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيسا للبعثه. ثم انطلق المران يا امير، مستر توماس
كان يعني كان مختص بالجزء البدني مع لعيبه النادي الاهلي لمده 25 دقيقه، ثم تم تقسيم الفريق لمجموعتين، وقدر مستر ريني فايلر اختص شويه الجانب لعيبه خط الوسط وخط الدفاع ببعض الامور وبعض الجمل اللي بيبقى حريص عليها انه يطبقها في هذا اللقاء. كابتن سامي قمصان والمستر ديفيد انفرد شويه بمجموعه اللاعبين المهاجمين لتنفيذ بعض الجمل. على الجانب الاخر مستر ميكيلي يانكون مدرب حراس المرمى وتمرين نشاق وقوي جدا لحراس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. ثم اختتم الفريق بتقسيمه في ثلثين الملعب يا امير ما بين فريقين ينتهي بفوز احد الفريقين 4-0. لكن يعني زي ما قلت لك كان مران قوي جدا، الحاله الفنيه والحاله البدنيه للاعبي النادي الاهلي حاله مبشره جدا يا امير. حاله التركيز اللي بنشوفها في عيون لعيبه النادي الاهلي، والنقطه المهمه جدا يا امير ان لعيبه النادي الاهلي خلاص نسيت صفحه مباراه الذهاب، اللعيبه كلها مركزه جدا في مباراه الاياب واكنها هي مباراه واحده من شوط واحد. خلاص احنا مباراه الدور مباراه الذهاب انتهت، خلاص احنا عندنا مباراه ثانيه دون النظر لنتيجه مباراه الذهاب. طبعا برضو يا امير يعني من جانب الكواليس الاخرى لفريق سان داونز، فريق سان داونز ايضا كان حصل على راحه سلبيه من يعني لمده 3 ايام الاحد والاثنين والثلاثاء، هيبدا مرانه استعدادا للنادي الاهلي من الغد. بنحاول برضو ان احنا نتابع الكواليس هناك يا امير ونعرف الاخبار، لكن يعني انا بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، الجهاز الفني لعيبه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه. بطمنك بطمن كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله هنرجع من هنا مكللين ان شاء الله بالانتصار ومعانا تذكره الصعود الى الدور نصف النهائي بمشيئه الله يا امير باذن الله. فاروق انا عايز اطمن برضو زي ما طمنتنا كده على معلول، نطمن على احمد فتحي واجاييه حالتهم اخبارها ايه، هل جاهزين بيشاركوا في التدريبات بشكل طبيعي ولا لا؟ يعني انا اطمنك يا امير على احمد فتحي وجونيور اجاييه، يعني جونيور اجاييه النهارده ما شاء الله تقسيمه اكثر من رائعه من اجمالي 4 اهداف. يعني النهارده كان جونيور اجاييه في التقسيمه مع احد الفريقين، جونيور اجاييه احرز هدفين بجمل فنيه وترابط، شفت ترابط رهيب ما بينه وما بين احمد فتحي. احمد فتحي ادى تقسيمه اكثر من رائعه، بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي على احمد فتحي جونيور اجاييه. حاله كل اللاعبين يا امير زي ما قلت لك اللي كان اثير بعض الاقاويل عن شعورهم بالايجاد، لكن النهارده جونيور اجاييه ادى تقسيمه لقت استحسان الجميع كل من في الملعب. ايضا كان موجود النهارده في المران فريق النادي الاهلي جانب من مسؤولي السفاره المصريه برفقه الكابتن محمود الخطيب والاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن سمير عادلي، حرصوا ان هم يكونوا موجودين في مران النادي الاهلي، ويعني الجميع بيتكاتف من اجل الوصول لهدف وهو الصعود الى مباراه نصف النهائي ان شاء الله، ومن ثم ان شاء الله احراز لقب البطوله. لكن يا امير زي ما بقول لك الحاله الفنيه الحاله البدنيه الحاله الطبيه لكل لعبة النادي الاهلي بتبشر بخير ان شاء الله. احمد فتحي تقسيمه اكثر من رائعه من احمد فتحي تقسيمه اكثر من رائعه من ديانج، من محمود متولي، من السليه، من ياسر ابراهيم، من ربيعه، من حسين الشحات، من احمد الشيخ، من جيرالدو، من كل اللاعبين يمين، من اليو باجي، من مروان محسن. يعني انا مش عايز استثنى احد اللاعبين يعني، ومحمد هاني وايمن اشرف كل اللاعبين يا امير عشان ما ننساش احد اللاعبين. لا ان شاء الله كل لعبة النادي الاهلي مستعده كويسه جدا كويس جدا لفريق سان داونز، وان شاء الله يا امير لعيبه النادي الاهلي قادرين على تحقيق الانتصار بمشيئه الله هنا في بريتوريا معقل فريق سان داونز بمشيئه الله. طيب فاروق الاجواء الجماهيريه عندك عامله ازاي؟ يعني الجمهور الجنوب افريقي لما بيقابل النادي الاهلي بيتعامل معاه ازاي؟ او لما بيقابل لاعبي النادي الاهلي هل في تواصل، بيتكلموا بيشاوروا مثلا كلام من ده نتيجه معينه، بيحفزوا نفسهم، بيأثروا نفسيا على لعيبه النادي؟ اوصف لنا يعني كيف كان التعامل من قبل جمهور الجنوب افريقي مع النادي الاهلي. يعني خلينا اكلمك يا امير في شقين، يعني خلينا نتكلم في شقين. الشق الاولاني خاص باهل جنوب افريقيا او الموجودين في بريتوريا. النهارده اثناء استقلال لاعبي النادي الاهلي للحافله للتوجه الى ملعب التدريب، شفنا الافراد من الشعب من شعب جنوب افريقيا والمقيمين هنا ببريتوريا في حاله يعني سعاده لمجرد رؤيه فريق النادي الاهلي. ايضا كان خروج بعض طلاب المدارس اللي كانوا فرحانين جدا، ويعني كانوا بيرتدوا الرداء الاحمر فرحانين جدا بوجود اسم وقيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي
امير زي ما انت عارف بيتمتع بشعبيه جارفه في كل انحاء القاره الافريقيه، مش في جنوب افريقيا وبريتوريا بس، ولكن هنا بريتوريا هنا معقل فريق سان داونز اللي هو الشعبيه الاولى والكبرى لفريق سان داونز بالنسبه لفرق جنوب افريقيا، يعني مع الاحترام لكايزر تشيفز واورلاندو بايرتس، ولكن هو فريق صاحب الشعبيه الكبرى. الحديث والشق الثاني يا امير على المباراه من جانب وسائل الاعلام، وسائل الاعلام ايضا وشعبيه فريق سان داونز، بدات وسائل الاعلام ان هي يعني تدي الامل للعيبه سان داونز في ضروره احراز الفوز وضروره احراز الفوز على النادي الاهلي، وده ان شاء الله امر لا نتمناه ومش هيحصل بمشيئه الله. الشق الثاني يا امير ان توافد الجماهير، جماهير فريق سان داونز على شراء التذاكر، اللي بدا طرح التذاكر من يوم السبت الماضي، سعه الاستاد استاد لوكاس موريبي تتسع ل 25,000 متفرج، اعتقد يا امير هيكون مليء تماما بالجماهير، كل جماهير فريق سان داونز خلاص يعني اقبال شديد على شراء التذاكر. قيمه المنافسه اللي موجود مع فريق سان داونز، اسم وقيمه ومكانه النادي الاهلي اللي بيتمتع بكل يعني كل القدر وكل الاحترام، يعني عايز اقول لك يا امير احنا في كل مكان احنا بنفتخر بانتمائنا لان احنا افراد منظومه النادي الاهلي، والله يا امير انا بقول لك صراحه امام الكاميرا قدام كل الناس انا واحد من الناس وكلنا فخورين جدا بالانتماء لكيان عظيم اسمه النادي الاهلي. السعاده اللي بنشوفها في وجوه الناس يعني انت بتحس من خلالها يا امير، انا بتكلم معاك يعني بعيدا عن الدبلوماسيه بتكلم من القلب والله يا امير، الطبيعه اللي بنشوفها انطباع الناس عن التعامل مع النادي الاهلي، الناس لما بتشوف الكابتن الخطيب، الناس لما تشوف افراد لعيبه النادي الاهلي، الناس لما بتشوفنا احنا افراد منظومه قناه النادي الاهلي، عايز اقول لك يا امير بتخليك انت وانت في مكانك انت بتفتخر فعلا بانتمائك لكيان عظيم اسمه النادي الاهلي. النادي الاهلي يا امير خيره على الكل، النادي الاهلي اسم كبير، النادي الاهلي احنا فعلا كلنا يا امير بنمشي وبنسير تحت مظله النادي الاهلي. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز فاروق صلاح مرافق بعثه النادي الاهلي، الراجل في الحقيقه حطينا في الصوره بشكل كبير جدا.